السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم وقناتنا، قناة أتات الثقة، قناة كل العائلة. اليوم رانا رايحين نشاركوا وصفة رمضانية بامتياز، وصفة يحبوها الكبار والصغار، وصفة تاع ليميني بيتزا ولا خبيزات تاع البيتزا. واش رانا رايحين نسحقوا في هذه الوصفة؟ أول حاجة عندي هنايا كاس ونص تاع الماء الفاتر، عندي هنا تشكيلة تاع الفلفل، أنا عندي هكذايا ألوان كامل، نتوما ديروا الحاجة اللي متوفرة عندكم، عندكم الخضر ديروا الخضر، عندكم الملونين ديروا الملونين. عندي هنايا كمية تاع فخوماج غابي، هنا أي نوع ديروه، أنا هنا استعملت شيدر. عندي هنا نص باكي تاع خميرة كيميائية، عندي هنا الملح حسب الذوق، راني رايحة ندير هنا مغرفة صغيرة تاع القهوة، عندي هنا زوج مغارف كبار تاع حليب غبرة، اللي عندها حليب غبرة دير، اللي ما عندهاش تبدل كاس ونص تاع الماء بالحليب. عندي هنا مغرفة تاع السكر، عندي مغرفة كبيرة تاع خميرة الخبز، وعندي هنا بطبيعة الحال صلصة تاع الطماطم اللي رانا رايحين نديروها فوق البيتزا. أول حاجة نبداو نخدمو العجينة تاعنا، نحط هنايا كاس ونص تاع الماء اللي راهو فاتر مسخن شوية، نزيدو نحطولو هاد حليب غبره. وكيما قلت لكم اللي ماشي متوفر عندها حليب غبره تقدر تعوض بالحليب. نحط هنا السكر والخميره، نحط كميه تاع الملح هكذايا، نخلطوهم هكذايا بالفوي حتى ينسجموا المكونات كيف كيف. هنا نقدروا نخلوها تخمر شويه واحد دي مينوت، كيما نقدروا نديروه نخدموا كلش على خطره، يعني ما نخلوش هذيك الخميره تتفاعل. هنا نزيد نحط الزيت اللي هي تقريبا 7 مغارف تاع الزيت، انا راني رايحه ندير عيني هي ميزاني، بصح نتوما حطوا 7 مغارف تاع الزيت. هكذا نكمل نخلط. هنا نحط نص باكي تاع لا ليفور باش نبدا نحط في الفرينه. الفرينه رانا رايحين نشوفوا واش راهي رايحه تاكل لنا. هنا نكيل معكم الفرينه باش نعرفوا شحال راهي رايحه تاخذ لي كميه، هكذا باش كي ديروا الوصفه راهي رايحه تخرج لكم ما شاء الله. هكذا عندي كاس الاولاني، نزيد ندير الكاس الثاني من بعد نخلط ونشوفوا واش راهي رايحه يزيد يخصها. هذا الكاس الثاني تاع الفرينه عفوا، وهنا نخلط بفوي. شوفوا هنا الخليط تاعي راهو خفيف راهو محتاج، انا هنا نحبس الفوي هكذا. نزيد نستعمل هذا الكاس الثالث، نعجنها بيدي هكذا نعجنوها. انا راني عمرت الكاس الرابع بصح ما نديروش على خطره، باسكو كاين كل فرينه واش تشرب، كاين فرينه تشرب السوائل وكاين فرينه ما تشربش. ها هو نزيد نحط لها العجينه، ما لازمش تكون يابسه، لازم نخلوها شويه طريه. شوفوا واش قعد لي من الكاس الرابع تاع الفرينه، قعد لي تقريبا ربع. هذا هو هاوليك القوام تاع العجينه تاعي راهي هكذا شويه تتلاصق، انا ما رانيش حابه هذيك العجينه اللي تكون ناشفه. دوكاتي كنا نغطيها ببلاستيك غذائي نخليها تخمر باش نجوزو نشكلوا الخبيزات تاع البيتزا. هايليك العجينه تاعي بعد ما خمرت، هايليك دوكاتي كنا نجوز نخسر لها هذا الخمر. هامليك العجينه تاعي قسمتهم على زوج، هامليك دوكاتي نجوز انا نشكلهم. ناخذوا العجينه ونخرجوها هكذايا شغل كيما القريصات اللي رانا رايحين نديروهم مسمن ولا رانا رايحين نديرو هكذايا محاجب. هنا ديروهم كبار ديروهم صغار، هذه يرجع ليكم، انا راني رايحه ندير الحجم تاعهم متوسط باش كي يخمروا ماهمش رايحين يجوني خبزات كبار كبار هكذا. هكذايا هكذا، ودرك نشد الكاس ونحكم نعبص على هاد الخبيزه باش دير لي هنايا هذاك الفيد اللي راني رايحه نعمر فيه الطماطيش هكذا. شوفوا هكذايا ونخرجها نورمال. الا خفتوا العجينه تاعكم تلصق لكم واش عليه ديروا شويه فرينه في الكاس من تحتها هكذا. نكمل كامل الكميه بنفس الطريقه. شوفوا كيفاش راني ندير هنا، راني نوسع في
فيه هذاك الفراغ اللي راهو في العجينه باش هكذا ما يجونيش هذوك لي كوتي خشان. راني هكذا يا نحكم الكاس وراني نوسع هذاك الفيد هكذا نكمل كامل بنفس الطريقه. شوفوا دوكا كيفاش الحبه واحده كبرت وزوج هنايا قعد لي هذاك الفيد واسع. هم ليك الخبيزات تاوعنا بعد ما سقمتهم كامل، لا مازالوا لي 4 حبات لهيك، معناتها قطعت لي كميه لاباس عليها. دوك نجوز نطلي لها البيض هكذايا على الجناب هكذا كامل على الجناب ونرشوا لها جلجلان ولا سانوج الحاجه اللي متوفره عندنا هكذايا باش تاخذ لنا هذاك اللون الذهبي يجي الشكل تاعها مميز. هكذا نكملوا كامل الحبيبات بنفس الطريقه. ودوك هنا نجوز نشد لهم هكذا كما قلت لكم شويه جلجلان نرش لهم على الجناب. نجوز دوكا تيك نحط الطماطيش ونحط المكونات اللي عندي هكذا نحطو في الوسط، ما نديروش كميه كبيره باسكو ما راهيش قال مكان كبير اللي رانا رايحين نعمرو فيه الطماطيش. نحط الطماطيش كما قلت لكم نحط الحاجات اللي راهم متوفرين عندي. عندي هنايا كما قلت لكم هاد الفلفل بالالوان، ندير من كل لون هكذايا شويه باش يعطيها شكل مميز هكذايا هكذا. نزيد نحط حبه تاع الزيتون، ندير منا زيتون ايفيلي هكذا، شويه تاع معدنوس وحاجه باينه الفخوماج ديرو هكذايا من الفوق وندخلوهم للفرن على درجه حراره 170 حتى ياخذوا لنا هذاك اللون الذهبي. من بعد نشوفوهم واجدين. الخبيزات تاوعنا هم اللي كراهم طابوا، شوفوا راهم واجدين كيفاش جو خفاف، جو ما شاء الله جو من اروع ما يكون. شوفوا كيفاش راهي العجينه تاعهم فارغه لداخل، هاي ليك جات هايله الله يبارك. هذا هو الشكل تاعهم، نقسموا حبه ونشوفوها كيفاش جات لداخل. هاي سخونه تغلي، شوفوا كيفاش تجي ما شاء الله، ها هي النتيجه. حرقتني كامل وراني ساعه فيها، شوفوا كيفاش تجي لداخل يعني قطنيه. هاد العجينه بالمناسبه تقدروا تستعملوها للشغل خبز هكذايا تحشيو به حاجه للسحور، ولا ماشي شرط ديروهم كيما درتهم انا، تقدروا ديروا خبز فارغ، تقدروا ديروهم كرواسون بالفخوماج. شوفوا هذيك العجينه كيفاش تجي الله يبارك. هاي ليك هنا خديت البانسو دهنتها كامل بشويه زيت الزيتون ولا الزيت العاديه واش تحبوا نتوما. وهنا عندي شويه اعشاب عطريه، هادو ما خاصين بالبيتزا اللي تحبهم هكذايا، اللي يبيع توابل تقول له اعشاب عطريه راهو رايح يعطيها الكميه بالميزان اللي راهي حبتها، ولا يتباعوا في قريعات سبيسيال نديروهم للمعجنات نديروهم لهاد البيتزا. نزيد نرش شويه معدنوس من الفوق باش نشوفوهم واجدين باذن الله في طبق التقديم. الخبيزات تاوعنا راهم واجدين، هاوليك الشكل تاعهم النهائي. شوفوا كيفاش جاو، جاو ما شاء الله من اروع ما يكون، يعني خبيزات اسفنجيين وعندهم المذاق تاع البيتزا اللي يحبوها كيما قلت لكم الكبار والصغار. انا دوكاتيك معليا غير نقول لكم صحه فطوركم، نقول لكم تهلاو في روحكم، تهلاو في صحتكم، وتبقاو على خير يا وجوه الخير. سناوني في فيديو جديد بحول الله.